This is turned off. It's inert. Right. The NSA, the Russian intelligence service, the Chinese intelligence service, any intelligence service in the world that has significant funding and a real technological research team can own that phone the minute it connects to their network. As soon as you turn it on, it can be theirs. They can turn it into a microphone. Yeah. عائلة مساحة يا أهلا. قبل 5 أيام نشرت لكم فيديو تكلمت فيه عن أكبر فضيحة تجسسية في العالم والتي سببت أزمة دبلوماسية كبيرة وخطيرة. بطل هذه الفضيحة أو الشاب الذي كشف هذه الفضيحة هو شاب أمريكي عمره 29 سنة واسمه هو إدوارد سنودن. وعملية التجسس الضخمة هذه كانت باستعمال برنامج تجسسي خبيث اسمه بريسم. وكنت قلت لكم في تلك الحلقة المصيبة أنه ليس فقط اكتشف بل جمع كل تلك المعلومات والوثائق السرية وبالخصوص اطلاعه على برنامج بريسم للتجسس والذي يعتبر أخطر برنامج للتجسس. هذا البرنامج لوحده قد نخصص له حلقة كاملة. ما رأيكم في الأمر؟ أعتقد أن الفكرة مثيرة. لو وصل الفيديو 120,000 لايك سيكون هو الموضوع القادم، هذا البرنامج التجسسي بريسم. المهم الحلقة ما شاء الله فاقت العدد المطلوب وفاقت 140,000 لايك. شكرا شكرا لدعمكم الرهيب. والآن كما وعدتكم هذا الفيديو سيكون عن برنامج التجسس بريزم وسأخبركم بقصته. وكما وصلتم الحلقة الأخرى 140,000 لايك أي أكثر مما طلبت منكم، أتمنى أن توصلوا هذه الحلقة 200,000 لايك وتنشروها على حسابكم في الفيسبوك. انشروها فلم يبقى الكثير على 4 مليون، بقي فقط 100,000 صديق. ويلا بينا نبدأ. في ماي 2013 بعد سنوات طويلة من العمل في وكالة الاستخبارات المركزية، إدوارد سنودن وطوال فترة عمله اكتشف أشياء مرعبة تحصل وراء الستار. اكتشف أن أمريكا دولته تتجسس على الكثير من الدول، منها دول حليفة، وتتجسس على الكثير من المواطنين الأمريكيين. كان عملاء الاستخبارات يراقبون الناس في الحمام وفي غرف نومهم بالصوت والفيديو. بقي الشاب سنودن يفكر طويلا فيما كان يشاهده ويسمعه. كان يفكر فعليا في كشف حقيقة التجسس للعالم رغم حجم المخاطرة والتضحية التي سيقوم بها. فقرر أن يأخذ إجازة مرضية من عمله ليهرب مباشرة إلى هونغ كونغ، حيث كان قد رتب لقاء مع صحفي في جريدة The Guardian البريطانية في أحد الفنادق في هونغ كونغ. وفي يونيو 2013 تم نشر اللقاء المصور ونشرت المعلومات والوثائق السرية للعالم كله. سنودن كشف أن أمريكا كانت تتجسس على ملايين الهواتف والحواسيب في أمريكا وخارج أمريكا على مدار الساعة بدون علم أصحابها، وكان كل شيء يتم تسجيله صوتا وصورة. وكل هذه المعلومات والبيانات تم جمعها بواسطة برنامج التجسس بريزم. بريزم هو اسم رمزي لبرنامج أو لمشروع تجسسي ضخم تديره وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية المعروفة اختصارا بـ NSA. وبريزم هو اختصار لجملة Planning Tool for Resource Integration, Synchronization and Management. هذا البرنامج كشفت عنه صحيفة الواشنطن بوست وThe Guardian بالتسريبات التي نشرها سنودن. ولم تنفي في أمريكا وجود هذا البرنامج، بل إنها اعتبرت أن الكشف عنه هو جريمة خيانة للوطن لأمريكا وأدانت الكشف عنه. مشروع بريزم التجسسي تأسس سنة 2007 وبسرية تامة خلال فترة حكم الرئيس جورج بوش. والمشروع عبارة عن برنامج يحمل اسم بريزم وله قدرة على الولوج لكبريات الشركات العالمية بدون علم أي أحد. استطاعت وكالة الأمن القومي الأمريكي باستعمال برنامج بريزم الحصول على معلومات دقيقة وحساسة لملايين الأشخاص، حيث مكنها من الحصول على كافة المعلومات التي تملكها شركات الإنترنت كتاريخ المحادثات والصور والمقاطع المصورة والأسماء والملفات المرسلة والمكالمات الصوتية والفيديو وكل شيء تقريبا. بصريح العبارة، إذا كنت تعيش في أمريكا وكنت أنت ممن تم استعمال هذا البرنامج عليهم، فصدقني حتى شخيرك كانوا يسمعونه بدون مبالغة. إذا شاهدتم الفيلم دماغكم سينفجر مما ستشاهدونه. البرنامج كان يسجل حتى أوقات دخول المستخدم وخروجه real time، يعني في نفس اللحظة. أكثر الشركات العملاقة التي استهدفت بهذا البرنامج هم فيسبوك وجوجل ومايكروسوفت، ياهو وآبل، EOL ويوتيوب وسكايب.
يعني تستطيع أن تتخيل أن أكبر شركات التواصل الاجتماعي كانت بين يدي عملاء الاستخبارات المركزية. طبعا كانت ردود الفعل الرسمية الأمريكية سريعة جدا مباشرة بعد التسريبات. فقد نفى مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جيمس كلابر أن يكون بريزم برنامجا تجسسي سري لجمع المعلومات، وأكد أنه نظام حاسوبي حكومي داخلي يستخدم لتسهيل طريقة معالجة الحكومة للمعلومات التي تجمعها من شركات تقديم خدمات الاتصالات. والمشروع قانوني لا يستهدف المواطنين الأمريكيين، بل هدفه هو إبقاؤهم آمنين. ومباشرة بعد تسريب هذه المعلومات والوثائق السرية من طرف سنودن، قررت صحيفة The Guardian أن تتواصل مع هذه الشركات العملاقة التي تم اختراقها كفيسبوك، جوجل، مايكروسوفت، أبل وياهو، وكل أسماء الشركات التي تم ذكرها في الوثائق لإثبات نفي أو علمهم باسم أو بفكرة هذا المشروع، المشروع التجسسي بريزم. لكن المثير للدهشة أن معظم الشركات التي قامت الغارديان بمراسلتها عن هذا المشروع أنكرت معرفتها بأي شكل من الأشكال ببرنامج بريزم ولم تسمع عنه من قبل، ونشرت كل الردود التي جاءت من المدراء التنفيذيين لهذه الشركات. فمثلا قال فيسبوك على لسان مؤسسها ومديرها التنفيذي مارك زوكربيرغ: فيسبوك ليس ولم يكن أبدا جزءا من أي برنامج لمنح الولايات المتحدة أو أي حكومة أخرى وصولا مباشرا إلى خوادمنا. لم نتلقى أبدا طلبا شاملا أو أمر محكمة من أي وكالة حكومية تطلب معلومات أو بيانات وصفية بشكل ضخم كالطلبات التي استقبلتها شركات فيريزون، وإذا كنا قد فعلنا ذلك فسنحاربها بشدة، بل إننا لم نسمع حتى عن بريزم هذا قبل البارحة. نحن نشجع بقوة جميع الحكومات على أن تكون أكثر شفافية بشأن جميع البرامج التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المستخدمين. إنها الطريقة الوحيدة لحماية الحريات المدنية للجميع وخلق مجتمع آمن وحر نريده جميعا على المدى الطويل. هذا كان رد فيسبوك. أما رد جوجل فقالت في إحدى المدونات بعنوان ود على لسان لاري بيج المؤسس المشارك لجوجل وكبير المسؤولين القانونيين ديفيد دروموند: إن مستوى السرية حول إجراءات المراقبة الأمريكية يقوض الحريات التي نعتز بها جميعا. أولا، لم ننضم إلى أي برنامج من شأنه أن يمنح حكومة الولايات المتحدة أو أي حكومة أخرى وصولا مباشرا إلى خوادمنا. في الواقع ليس لدى حكومة الولايات المتحدة وصول مباشر أو باب خلفي إلى المعلومات المخزنة في مراكز بياناتنا، ولم نسمع عن برنامج يسمى بريزم من قبل حتى البارحة. ثانيا، نحن نقدم بيانات المستخدم للحكومات طبقا للقانون فقط، حيث يقوم فريقنا بمراجعة كل طلب قانونيا، وترفض كل الطلبات عندما يكون طلب معلومات شامل أو لا يتبع الإجراء الصحيح. أما شركة مايكروسوفت فقالت: نحن نقوم بتقديم بيانات ومعلومات المستخدمين للحكومات فقط عند الحصول على طلب وإذن وتصريح قانوني، بالإضافة إلى أننا فقط نقوم بالرد على الطلبات المتعلقة بحسابات أو أطراف محددة. إذا كان لدى الحكومة برنامج أمن قومي تطوعي كبير لجمع بيانات المستخدمين، نحن لا نشارك به. الآن أبل بعد سؤالها من طرف الغارديان كان جوابها هو كالتالي: لم تعمل أبل أبدا مع وكالة الأمن القومي لإنشاء باب خلفي في أي من منتجاتنا وخدماتنا بما في ذلك الآيفون. بالإضافة إلى ذلك، لم نكن على علم ببرنامج NSA المزعوم بريزم الذي يستهدف أبل. نحن نهتم بشدة بخصوصية عملائنا وأمانهم. أوباما وعندما تم كشف الفضيحة التي تمت في عهده أقر بوجود هذا البرنامج ولم ينفيه، ودافع عنه بشدة كونه سلاح لمحاربة الإرهاب، وقال بأن كل البرامج التي استعملتها وكالة الأمن القومي لا تخرق القانون، بل بالعكس تم إجازتها من طرف الكونغرس وراجعتها محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية. وقال أن جمع البيانات الهاتفية من جانب السلطات الأمنية لا يتضمن أسماء ولا مضامين المكالمات، وأن رقابة مواقع الإنترنت الأمريكية لا ينطبق على المواطنين الأمريكيين ولا على المقيمين في الولايات المتحدة. كيث ألكسندر مدير وكالة الأمن القومي في عهد أوباما قال في شهادته أمام لجنة من الكونغرس إنه تم إحباط أكثر من 50 مخطط إرهابي منذ العام 2001، وكل ذلك بفضل جهود الاستخبارات الأمريكية، منها مخططات لتفجير بورصة نيويورك والمترو. بعدما فجر سنودن هذه الفضيحة التجسسية التي تعتبر
لربما هي الأكبر فضيحة تجسسية في التاريخ. الكثير من الناس لقبوه بالخائن، بينما نسبة 40% في استطلاع للرأي قامت به صحيفة The Guardian اعتبروه بطل حين تخلى عن وظيفة تدر عليه 200,000 دولار سنويا ومنزل فخم في هاواي ووظيفة مستقرة، وهرب إلى هونغ كونغ ليسرب أوراقه السرية من هناك. This is not my iPhone. This is what drug dealers resort to. This is called a burner. It's a temporary. It's the one I brought to cover the Olympics because our IT people told me that the Russians are so good at infiltration. How good and how good are the Americans? What can the NSA do with this device if they wanted to get into my life? So first off, that's probably the most expensive burner I've ever seen. But I guess we're at the upmarket. I'm using a term upmarket of art. Drug dealer yeah. here. This is turned NSA, off. It's inert. Right. The NSA, the Russian intelligence service, the Chinese intelligence service, any intelligence service in the world that has significant funding and a real technological research team can own that phone the minute it connects to their network. As soon as you turn it on, it can be theirs. They can turn it into a microphone. They can take pictures from it. They can take the data off of it. But it's important to understand that these things are typically done on a targeted basis, right? It's only done when people go, this phone is suspicious. I think it's being held by a drug dealer. I think it's being used by a terrorist. Or if you're intelligence service, I think the person who came into the country is a spy. They've got something that I need to know. I want to know who they're meeting with. الشيء الغريب الذي حصل، والذي بالمناسبة وجدت هذه المعلومة وأنا أبحث عن موضوع بريزم، المعلومة هي أن بموازاة كشف سنودن عن هذه الفضيحة التجسسية لوحظ ارتفاع شديد في مبيعات أحد الكتب، ومؤلفه هو جورج أورويل، الكتاب بعنوان 1984. نعم متابعي قناة مساحة يعلمون بأني قمت بعمل فيديو عن هذا الكتاب كامل. الحلقة وصلت لأكثر من 1,000,000 مشاهدة، وأنا فعلا أقترح عليكم أن تشاهدوا هذه الحلقة وبعدها تقرأوا كتاب 1984. قد تسأل، ما هي علاقة هذا الكتاب بالفضيحة التجسسية؟ كتاب 1984 رغم أن عمره أكثر من 66 سنة إلا أنه يتكلم بالفعل عما يحصل الآن في العالم، كيف تتجسس الحكومات على شعوبها. فهناك عبارة مشهورة جدا في هذا الكتاب الجميع يعرفها لكل من قرأ هذا الكتاب، وهي الأخ الأكبر يراقبك، The big brother is watching you. وهذه الجملة كانت أول عبارة تبادرت إلى ذهن كل من سمع بفضيحة التجسس. لا تنسى شيئين مهمين، الأول تضغط لايك للفيديو وتنشره على حسابك في الفيسبوك والواتساب، والثاني تشاهد حلقة كتاب 1984. أنا متأكد 1,000,000% أنك ستحب هذه الحلقة. وها هو الفيديو، شاهده، لا تنسى تشاهده. I'm watching you.